تتجه الأنظار اليوم للملعب الأولمبي الحماد العقربي براديس لاستضافة قمة المباريات في الدوري التونسي بين فريق النادي الإفريقي وفريق النجم الساحلي. الكل يود مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل التطبيق سر لك الاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية. سوف تلعب المباراة في جيم الساعة الثالثة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة الثانية مساء بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل المباراة على قناة الكاس اتلي 2 الناقل الحصري للمباراة. تجدون رابط في صندوق الوصف، نتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا دعم لايك واشتراك بالقناة والتفعيل خاصة على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونراكم موعد في موعد قادم.